لكن هنروح للمؤتمر مع الزميل فاروق صلاح والزميلة روزان نصر ونشوف آخر ما لديهم. كل التحيه للاستاذ ابراهيم المنيسي، برحب بيك يا استاذ ابراهيم وبرحب بضيوفك الكرام الصحفي القدير الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ نبيل عمر، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بالزميله العزيزه روزان نصر. النهارده يوم من الايام المهمه للنادي الاهلي وتوقيع عقد رعايه النادي الاهلي مع الشريك الاستراتيجي والشريك الرئيسي للنادي الاهلي شركه اتصالات مصر في مشهد يليق دايما بالنادي الاهلي اللي دايما بينفرد ويتميز. طبعا استاذ ابراهيم بكيفيه تقديم هذه الامور، وان شاء الله هذا العقد الرعايه اللي بيمتد لاربع سنوات ان شاء الله يكون خلاله فتره او طفره زي ما شركه الاتصالات مصر قالت ان ده من ضمن الاولويه او الخطط الموضوعه لشركه اتصالات مصر في التوسع خلال الفتره القادمه. روزان، النهارده حدث يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي وايضا شركه اتصالات مصر. في البدايه برحب بيك استاذ ابراهيم، برحب كمان بضيوفك الكرام في الاستوديو، برحب بكل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان، برحب كمان بزميلي فاروق. يعني النهارده حدث كبير بيليق فعلا زي ما فاروق قال باسم النادي الاهلي وبجماهير القلعه الحمراء. النهارده طبعا توقيع يعني عقد الشراكه بين النادي الاهلي واتصالات مصر لمده اربع سنوات، اسم كبير جدا يليق بالنادي الاهلي. يعني خلينا كمان نعرف المشاهدين يا فاروق انه النهارده يعني حضور مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، حضور كمان مجلس إدارة اتصالات بالكامل، كمان المفاجأة يعني حضور مارسيل كولر وعدد من لاعبين النادي الأهلي سواء في كرة القدم وكمان الألعاب الأخرى. يعني حدث كبير، هنشوف مفاجآت عظيمة اليوم. يعني النهاردة كمان التنظيم باين من أول ما دخلنا، الحقيقة يعني الكل منتظر يوم النهاردة. بالفعل روزان، يعني بعض الفقرات الموجوده طبعا النهارده استاذ ابراهيم، طبعا هيكون بدايه المؤتمر بالسلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه والمقدمه من الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي والاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي، وكلمه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كلمه للمهندس حازم متولي المدير التنفيذي لشركه اتصالات مصر، مع بعض الفقرات طبعا الموجوده في حفل اليوم. طبعا الى جانب زي ما استعرضت الزميله روزان نصر وجود عدد من لاعبي النادي الاهلي بالاضافه الى مستر مارسيل كولر الى بعض اللاعبين من الانشطه الرياضيه للنادي الاهلي، وزي ما قلنا ان شركه اتصالات مصر يعني الخطه اللي وضعت خلال هذه الفتره هو التوسع وطرح الكثير من الخطط واستغلال اسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. نتمنى ان الامور خلال الفتره القادمه نشوف طفره سواء في النادي الاهلي في عقد الرعايه. وخليني اشيد بالنادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي على يعني تنفيذ هذا العقد اللي نتمنى من ان يكون منه خلال الفتره القادمه المزيد من التقدم ان شاء الله للنادي الاهلي، وايضا تكون نقله اللي شركة اتصالات مصر اللي زي ما قلنا الشريك الاستراتيجي والشريك الرئيسي للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا لفاروق وروزان ولكل فريق العمل اللي على الارض الحقيقه باذل مجهود كبير، وهتشوف التفاصيل كتير